السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنكون مع بعض ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء. هنعمل وصفات لذيذه ان شاء الله هتعجبكم، وهنبتديها بوصفه تشيز كيك التمر، بس هنعملها كده بحاجه لطيفه. عايزه اقول لكم ان احنا موجودين مع بعض على صفحه سي بي سي سفره على الفيسبوك، تقدروا تتواصلوا معانا تحت اللايف، وان شاء الله خلال الحلقه انا بتواصل معاكم. خلينا بقى دلوقتي نبتدي نشوف اول وصفه للنهارده، وهي وصفه تشيز كيك التمر والتوفي. الوصفه دي علشان نعملها عايزين تقريبا ربع كيلو كنافه، وعايزين اصبع زبده اللي هو 100 جرام، عايزين 2 معلقه كبيره سكر بودره، 1 معلقه صغيره قرفه، 400 جرام جبنه كريمي، 1 علبه حليب مكثف محلى ومغليه، 2 مغلف كريمه بودره، 1 كوب عجوه، 2 كوب كريمه، معلقه صغيره قهوه، و3 معالق كبيره كروكان، وتمر وكروكان وفستق للوش. طيب في خطوه احنا عملناها، وهي ان انا جبت الكنافة اللي عندي فركتها بالزبدة وبالسكر البودرة اللي عندنا، وعملتها في ديسك زي كده زي ما انتوا شايفين، تمام؟ فدي أول خطوة. احنا القاعدة بتاعتنا النهاردة في التشيز كيك مش هتكون قاعدة بسكوت وزبدة، هي قاعدة كنافة، وعملتها زي ما قلنا بالزبدة وبالسكر البودرة. دلوقتي هنبتدي نعمل الوصفة بتاعة التشيز كيك نفسها، وهنبتدي بالجبنة الكريمي. هنحطها كده هنا، عندنا 400 جرام جبنة كريمي، وعندنا الكريمة البودرة، البقى القهوة اللي عندنا هحطها بس هنا كده مع يعني تنتوفة من الكريمة أو مية أي حاجة، المهم إن إحنا بس عايزين ندوبها قبل ما نحطها، فهنحطها كده هنا مع معلقة من الكريمة بس كده تدوب. شايفين؟ عايزين بس ندوبها، ما نحطهاش كده حبيبات. خلاص كده تمام. هنحط برضو القهوة اللي عندنا دي هنا هنا، وهنحط شوية قرفة، وهنحط العجوة. العجوة يا جماعة لو مش طرية عندكم قوي، هي بتبقى طرية عامة، بس لو مش طرية بتقدروا تطروها بشوية مية، يعني سخنوها الأول شوية وبعدين علشان تقدروا تطروها، لأن لاحظت في كتير عجوة بتيجي جامدة جدا، فبس حطوها شوية في الميكروويف، واول ما تطلع حطوا لها بس شويه ميه وعجنوها لغايه ما يبقى قوامها كويس. هناخد بقى على الكلام ده كله شويه من الكريمه، شويه مش كتير، وعندنا كمان التوفي. هنحط التوفي كله، العلبه كامله، بس هسيب كده شويه صغيرين عشان لو حبينا نزين بيها الوش. ادي شايفين التوفي لما بيبقى مغلي كويس كده ساعتين ونص على النار، بصوا قد ايه بيطلع شكله وقوامه جميل. شوفوا شايفين اهو، بصوا قوامه ازاي عامل ممتاز اهو، شايفين؟ طيب معانا روان. اهلا يا روان. ازيك يا شيف غادة؟ اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. وانا بحبك جدا جدا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. اخبارك ايه؟ كله حلو؟ كله حلو الحمد لله، ان شاء الله دايما يا رب. عندك اي سؤال؟ عايزه طريقه الزلابي بالشوكولاته. طب ايه رايك اعملها لك اليومين اللي جايين؟ بعملها لك. ماشي، اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي يا حبيبه قلبي. طيب هنبتدي نخلط بقى يا جماعه الخليط بتاعنا، وزي ما اتفقنا احنا ما حطيناش كميه الكريمه كلها، انا حطيت شويه بس لغايه ما كده الملم الحاجه على بعضها وكده، بعدين نبتدي نحط الكريمه كامله. تمام كده بقى نبتدي نحط بقيه الكريمه بتاعتنا.
هي بقى يعني ثواني وهتبتدي تجمد معانا وتتماسك، وهنحطها في فوقيها، بس عايزين نحط جوه شويه كروكان كمان بيفرق. شوفوا النكهات بقى قد ايه لذيذه، يعني عندنا تمر وعندنا طفل وعندنا قرفه وعندنا القهوه، فالنكهات لذيذه جدا جدا مع بعضيها كده بتعمل اكله لذيذه قوي. خلاص احنا كده حلو اهي، شايفين هي الصراحة عايزة شوية كمان، هي عايزة شوية كمان. شوفوا يعني هي قوامها كويس، بس لو يعني لو اديناها كمان دقيقتين كده خلاص، والله دقيقتين وخلاص. يلا وعشان لاحظوا ان احنا مش حاطين جيلاتين، فعشان كده بنخفقها كويس قوي، هي بتاخد بس شويه وقت بس بتتماسك وبتبقى حلوه قوي وما بتحتاجش جيلاتين ابدا. خلاص كده تمام التمام، حلو كده قوي. شوفوا قوامها عامل ازاي اهي، بصوا متماسكه واخر جمال. هناخد بقى الخليط بتاعنا التحفه ده كده ونحطه على الديسك بتاع الكنافه اللي عندنا، وديسك الكنافه زي ما انتم شايفين احنا عملناه زي ما قلنا بالزبده وبالسكر البودره. هناخد بقى الخليط بتاعنا ده ونحطه كده هنا، وهندخل بقى الكلام ده بس على التلاجه شويه لغايه ما تتماسك تماما. معلش عايزين نحط الكروكان زي ما اتفقنا، خلينا نحط بس كده هنا شويه والباقي هنا عشان نسينا نحطه، معلش كده بس ما حصلش اي حاجه، عادي جدا جدا اهو تمام. ونكمل ببقيه الخليط اللي معاه الكروكان. نقول لكم يعني تشيز كيك فاخر من الاخر، وتحسوا فيها كده نكهات يعني نكهه رمضانيه. ها هنفردها بقى كده وهناخدها نشيلها في التلاجه لغايه ما تتماسك عندنا. يا رؤيا اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ انا بحبك جدا جدا جدا. انا بحبك وانتي وحشانة، انتي من زمان ما كلمتيناش. ايوه انا فعلا بقالي كتير مش بكلمك، بس انا بحبك جدا جدا، واليوم اللي مش بتفرج عليكي فيه ببقى زعلانة وبتفرج عليكي على اليوتيوب. يا روح قلبي، طيب بس انا كمان بحب اسمع صوتك، ما تغيبيش علينا كده تاني. كل يوم اكلم حضرتك وانا بحب حضرتك جدا جدا جدا. ده انا انبسط جدا لما اسمع صوتك كل يوم، اتفقنا يا رؤي؟ شكرا. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيبة. طيب شوفوا يا جماعة اهو، شوفوا التشيز كيك بقى بتاعتنا وجمالها اهي كده. هناخدها بقى دلوقتي وهنشيلها في التلاجة لغاية ما اخر الحلقة، اخر الحلقة هنطلعها، هي دي اللي عندنا، ما عندناش نسخ، فدي اللي هنطلعها معاكو، احنا عملناها معاكو على الهوا وهنقدمها معاكو ان شاء الله. الحقيقة هتبان في الآخر. خلاص طيب. مدام منى. ألو. منى أهلا يا منى. أهلا، إزيك؟ إزيك أنتِ يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله، أنا بحبك أوي أوي. وأنا بحبك جدا جدا جدا، إيه أخبارك؟ الحمد لله. كله تمام؟ كل سنة وأنتِ طيبة. وأنتِ طيبة. عندك أي سؤال؟ كنت عايزة طريقة الكنافة بالمانجا. حاضر من عيني. يا السلامة، احنا كده عندنا طريقة الكنافة بالمانجا، وفي حد طلب ايه ولا التانية؟ قلنا هنعملها صح؟ قلنا هنعملها. طيب خلينا نحط دي في التلاجة. ونرجع
دلوقتي يا اما بنتواصل مع حبايبنا على الفيسبوك يا اما نعمل ايه؟ قولي. يلا اوكي بنشوف شوي. يلا انا بحب جدا الوقت اللي بنتواصل فيه مع بعض، كتير بحبه الصراحه، عشان كده بحب اخلص بسرعه 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 علشان نبتدي نتواصل مع بعضينا. يلا نشوف بقى الكومنتات. مولاي علي راحت فين؟ انا مش عارفه ايه الاعلانات الكتير اللي بتطلع دي، ما بشوفش الكومنتات كلها. شكرا لفطومه رسوله من تونس، وسلامي ليكي ولكل حبايبنا في تونس. اميره سمير، لا انا ما حطيتش في الكنافه شربات علشان حطيت سكر بودره، فالسكر البودره قلت كفايه مع الحلاوه بتاعه التشيز كيك، فما فيش داعي نحط تحت شربات، فما حطيتش شربات. من السودان محمد المكي بيسلم على الكاست وبيسلم على مدام ناديه ومدام روحيه ومدام يسر ومدام احلام واصدقائي سمر من المنصوره وصلاح عادل، احمد من سوهاج، وممدوح تقي الدين. شكرا ليك وسلامك اكيد وصلهم. شكرا لمحمد وهبة ومحمد صالح، كل سنة وانتم طيبين. نورهان جلال، الرز البسمتي بيتعمل عادي خالص زي الرز العادي اللي بنعمله، بس قبل ما تعمليه لازم تنقعيه على الأقل نص ساعة في مية سخنة علشان يتعمل صح، عشان يستوي معاكي صح، وبياخد هو بس شوية مية زيادة عن الرز بتاعنا العادي. مساء الفل لهشام عرفة، شكرا. الشاورما عملناها قبل كده كتير قوي، يعني عملت طرق كتير قوي للشاورما، فبتقدروا تشوفوها على الويب سايت بتاع سي بي سي سفرة. وعندنا مين تاني من أسوان والنوبة؟ روجينا عبدين، تسلمي لي يا حبيبتي انت وكل حبايبنا هنا في أسوان والنوبة. كوكي محمد بتقول بحب البرنامج بتاعك جدا، دي حاجة تسعدني طبعا. سا يوسف كل سنة وانت طيبة، وكيتي منورة، ومن العراق جوانا نجيب يا أهلا وسهلا بيكي. أميرة سمير بتقول أنها متابعة البرنامج من زمان، شكرا لك يا حبيبتي. طيب الكومنتات كتير قوي يا جماعه، بس من الجزائر في احمد كمان دافري، بس دلوقتي احنا هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم ونتواصل معاكم. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل معاكم وصفتنا التانية للنهاردة، وهي قالب مكرونة بيبقى شكله لذيذ قوي قوي. ثانية واحدة، جيت قالب المكرونة بتاعنا او تورتة مكرونة بيبقى شكله لذيذ قوي، ويعني مبهج كده في التقديم وحلو كمان في العزايم. علشان نعمله عايزين كيس مكرونة ريجاتوني، الريجاتوني اللي هي دي يا جماعة، دي هي دي زي مكرونه الفرن، بس مش بورب، مش مقصوصه بورب، مقصوصه ستريت كده. فعايزين واحد كيس مكرونه ريجاتوني، عايزين نص كوبايه جبنه بارميجان، ربع كيلو لحمه مفرومه، واحد بصل، اتنين فص ثوم، اربعه طماطم معصوره، عصير طماطم يعني، وعايزين لا مش اربع معالق كبيره صلصه، ممكن نعوز اتنين بس، مكعب مرق، اتنين معلقة صغيرة زعتر، اتنين معلقة كبيرة زبدة، اتنين كوب جبنة موتزاريلا، وعايزين بشاميل. اول حاجة هنعملها خلينا نعصج اللحمة بتاعتنا، هنحط هنا الزبدة مع تنتوفة زيت زي ما احنا متعودين دايما علشان الزبدة ما تتحرقش مننا. خليني البس الجلافز. طيب المكرونه بتاعتنا احنا سلقناها، وبعد ما سلقناها ما غسلناهاش، يعني عايزينها تفضل كده شويه، يعني مش عايزين نشيل منها النشا قوي، عايزين النشا يفضل شويه فيها.
وعملنا طبعا البشاميل زي ما بنعمل البشاميل عادي، يا اما بتستعملوا بشاميل جاهز يا اما بتعملوا بشاميل اللي هو عبارة عن واحد واحد واحد. دايما بقول كده معلقة كبيرة زبدة او سمنة، معلقة كبيرة دقيق، كوباية لبن، طبعا بتحطوا بقى شوية ملح، فلفل، رشة دوس الطيب لو عايزين، ممكن تحطوا جبنة جوه البشاميل زي ما تحبوا. دلوقتي بس احنا عايزين نعصج اللحمة. قبل ما نعصج اللحمة خليني اوريكو احنا هنعمل ايه في الصينية بتاعتنا. طيب هناخد دلوقتي احنا لوجين. اهلا وسهلا بيكي، ازيك يا لوجين؟ طيب كلمينا تاني يا لوجين. طيب هناخد دلوقتي المكرونه اللي عندنا اللي هي دي، هحط لها شويه من الجبنه، هنحط لها شويه جبنه وهنقلبها. دي اكبر صح؟ هنقلبها، هنحط لها شويه جبنه وشويه ملح وفلفل، المكرونه نفسها شويه ملح وشويه فلفل والجبنة اللي حطيناها. خلينا بس دلوقتي نحط البصل ونكمل مع بعض. هناخد بقى يا جماعة المكرونة والجبنة والملح والفلفل اللي عندنا دول ونقلبهم كده مع بعض شوية. الجبنة انا حطاها برضو ليه؟ لانها هتسيح وهتمسك لي المكرونة في بعضها برضو، فيعني وهتدي طعم طبعا. طيب هناخد دلوقتي اللحمة المفرومة اللي عندنا نحطها هنا مع البصلة ونخليهم يستووا بقى كده مع بعض، واحنا نروح اوريكم هنعمل ايه في المكرونة. خليني بس كده نقلبها. يا لوجين اهلا وسهلا. الو، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كويس. ايه اخبارك؟ كله تمام؟ كل سنه وانت طيبه. عندك اي سؤال؟ اتفضلي. عايزه طريقه بلح الشام. حاضر يا حبيبتي، حاضر. طيب احنا في حاجات دلوقتي ما نزلناهاش ولا نزلناهم؟ وفي حاجة تانية صح؟ مش فاكرة. كنافة بالمانجا. يلا شكرا يا حبيبتي. طيب هنسيب بقى ده ونجي بقى تاني هنا. هنعمل ايه؟ هناخد الصينية بتاعتنا دي كده وهوقفها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ناخد المكرونة بتاعتنا وهنحطها كده، شايفين كده؟ هرص المكرونة بالشكل ده وهي كده واقفة. هنخلص رص المكرونة كده بالسطر يعني ده، بنروح رايحين عاملين كمان واحد كده، ونفضل بقى نعمل كده لغاية ما كمية المكرونة اللي عندنا كلها تخلص وتغطي الصينية كامل. نعم. لا ده انا عاملة يمكن 5 6 مرات كنافة بالمانجا. طيب ماشي، ولو ما لقيتهاش خالص بنعملها كمان مرة هنا. خلاص بصوا يا حبايبي، نفضل بقى نعمل كده لغاية ما كل الصينية عندنا تتملي بالمكرونة بالشكل ده. بعد ما بتتملي بالشكل ده خالص كله 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 كله، ده بيكون شكلها. شوفوا اهي، ده بيكون شكلها. هنخليها بقى دلوقتي هنا ونروح للحمة بتاعتنا علشان نكملها ونشوف هنعمل ايه. نحط بقى شوية ملح، شوية فلفل، وشوية زعتر، ونحط مكعب مرق، ممكن لو تحبوا تحطوا كمان توم براحتكم. مين؟ ما سمعتش. يا اهلا وسهلا يا معاذ.
انا بحب الشوكولاته والشوكولاته والشوكولاته والزلابيه. بتحبيني قوي وعايز طريقه الزلابيه؟ يا روحي شكرا يا معاذ حبيبي، انت كل سنه وانت طيب يا معاذ، بشوفك كل يوم حبيبي، يعني مفيش اجمل من الاطفال في الدنيا. ربنا يخلي لكل ام ولادها يا رب، ويفرح كل اهل بولادهم. طيب هناخد بقى دلوقتي عصير الطماطم اللي عندنا ونحطه هنا كده، ونحط معاه صلصة. تمام. طيب انا بقى عايزة اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا الكلام ده بس عايزين نحط لها شوية مية، شوية مية بسيطة كده. ثانية واحدة. عندنا في، طيب انتوا حطوا لها بس شويه ميه. نزلنا المانجا اهي يا جماعه، كنافه بالمانجا والكريمه. خلاص لو لقيتوا ان هي مش محتاجه ميه، انا شايفه ان هي مش محتاجه، خلاص كده تمام. بناخدها اوبا، وهنبتدي نعمل ايه بقى؟ هنبتدي نحطها على ال، خلاص انا حسيت ان عصير الطماطم خفيف مش محتاج ان احنا نحط ميه، فخلاص تمام كده اهي. شايفين انا مش عايزه صوص كتير، مش عايزين صوص كتير لان دي هتدخل جوه المكرونه، فانا مش عايزه صوص كتير ابدا. هنعمل بقى كده يا جماعه زي ما انتوا كده شايفين، هحطها على المكرونه وابتدي اعمل كده، فكده هتدخل بقى اللحمه دي عماله بتدخل جوه الخروم بتاعه المكرونه، شايفين؟ وزي ما قلنا مش عايزين صوص كتير، لان لو صوص كتير هتنزل في المكرونه هتبوظ، يعني لازم تفضل هي نوعا ما كده متماسكه، يعني الصوص معقول حجمها. شايفين احنا نعمل كده وهي تدخل في الخروم كلها بتاعه المكرونه. استحملوني بس ايه دقيقتين كده علشان نحطها في البشاميل وندخلها الفرن مع بعض قبل ما نطلع فاصل. طبعا الكلام ده انا بسمع مين؟ بسمع المخرج. يا مدام منى اهلا وسهلا بيك. يا شيفة غادة يا جميلة. انت اللي جميلة، اخبارك ايه؟ انا كويسة الحمد لله. انا عجبتني قوي التورتة دي بتاعت المكرونة. حلوة. لا جميلة جميلة. لا ده انا هعملها، انا هعملها كمان وهعملها بالحلو بقى. تعمليها ايه؟ هعملها بالحلو. طبعا تبقى جميله. صدقيني المكرونه مع الحاجات الحلوه بتبقى جميله جدا. شوفي انا مره دقت واحده اعرفها يعني، عملت اللازانيا بالشوكولاته اللي بتدهن دي، او عملتها بالكاستر كمان وبالمكسرات. الغريب انها طلعت فعلا حلوه، حلوه جدا. مظبوط كلامك، وانا بس حقيقي جميلة. وبعدين عجباني البلوزة جدا جدا جدا، ده فستان، اللون الكحلي فستان مع النحاسي. فستان. لا ده حاجة رويال. تسلميلي يا جميلة حبيبة قلبي. انت انا مبسوطة اني بسمع صوتك يا غادة والله. انت بس بتكلمينا ترفعي روحنا المعنوية. لا لا لا، ده انتوا بتدونا طاقة جميلة. قلبي. ربنا يسعدكم يا رب ويخليك ويسعدك يا غادة ويحميك يا حبيبتي دايما. تسلملنا يا جميلة. أوكي شكرا يا قلبي. يا حبيبة قلبي. طيب شوفوا دلوقتي احنا يا جماعة خلصنا كده، هنعمل ايه بقى؟ هناخد البشاميل بتاعنا وهنحطه فوق على الوش كده. تمام تمام تمام. ناخد بقى البشاميل، يا ريت كان عندنا كبشة، معلش. هناخد البشاميل ونحطه كده على الوش ونفرده. خلاص هو البشاميل مش محتاج كبشة، هو طلع طري وطيب كده. وهنحط دي كمان البشاميل ده هيدخل في الخروم برضو مع اللحمه، وهيعملوا بقى طعم جميل جدا يا جماعه. فالمكرونه ما بتبقاش ابدا ناشفه، بتبقى جميله كده وكلها بشاميل ولحمه.
هناخد بقى الجبنه اللي عندنا، اي نوع جبنه انتوا بتحبوه، مفيش حاجه انتوا متايدين بيها. شايفين ازاي البشاميل؟ شوفوا ازاي بيدخل في الخروم. فانتوا بقى ايه، نحط بقى جبنه، وهندخل الكلام ده كله على الفرن على اعلى درجه حراره بس لغايه ما تعلى تتحمر الوش عندنا، وكده نبقى احنا خلصنا المكرونه بتاعتنا. هندخلها بقى الفرن ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية للنهاردة، واللي هي وصفة لذيذة قوي وسهلة جدا جدا. برضو احنا في خطوة هنكون مسبقينها معاكم، وهي خطوة عمايل الكنافة، لانها سهلة جدا. بناخد الكنافة هنفركها مع زبدة او سمنة زي ما تحبوا، والسكر البودرة، وهناخدها نحطها في صينية من صواني تشيز كيك، ونعمل ديسكين من الكنافة بهذا الشكل. ادي ديسك اهو عندنا، والديسك الثاني هناك. هنروح بقى نجيب اول حاجه، احنا كله عندنا يعني تقريبا متجهز، بس هنتكلم معاكم ازاي هنعملها. عندي هنا التوفي بتاعنا ده عباره عن علبه لبن مكثف محلى، محطوطه زي ما هي في العلبه بتاعتها في ميه مغليه لمده ساعتين ونص، والمية تفضل طول الوقت غمراها، غمرة العلبة يعني، كل ما تقل المية بنزود مية، ونخليها على النار لمدة ساعتين ونص، أو بنحطها في الحلة البريستو لمدة نص ساعة. آدي كده عندنا التوفي. دلوقتي عندنا هنا كمان الموز، هنبتدي ناخد الموز اللي عندنا، وعندنا كريمة مخفوقة، وعندنا بندق. خلاص نقدر كمان نحط كروكان عليه لانه بيليق عليه جدا. فهناخد دلوقتي احنا الموز بتاعنا وهنقشره ونقطعه علشان نبتدي نطبق الوصفه. زي ما قلت لكم الوصفه سهله قوي، وخطواتها يعني لما بتتجهز من الاول بيبقى سهل ان احنا نطبقها على طول. بتقدروا تخلوا الحليب المكثف المحلى ده، بتقدروا تعملوه وتخلوه في التلاجة عندكم، حطوه في علبة ازاز او اي يعني اي حاجة بنقدر نحطها في التلاجة، وشيلوه بيقعد معاكم تقريبا ممكن اسبوعين في التلاجة. الديسك اللي معانا عملناه زي ما قلنا بالزبدة وبالسكر البودرة، ومش هحط شربات للكنافة لأن حطينا سكر بودرة عليها، والتوفي بيبقى مسكر جدا، فمفيش داعي ان احنا نحط كمان عسل شربات يعني. بس لو عايزين تحطوا كده يعني حطوا، بس انا مش بفضل. هناخد بقى دلوقتي التوفي اللي عندنا، هناخد التوفي اللي عندنا، ممكن لو نحطه في كيس حلواني بيبقى أسهل في الفرد. الفرن لسه شوية، ناخد التوفي ونحطه كده هنا. بس خلينا برضو نسمع كلامك ونبص بصة. والله قرب، عندك حق، قلبك دليلك. خلينا نوطي الحرارة شوية. وطيت الحرارة شوية ويلا بينا نحط بقى هنا التوفي. ونبتدي نوزعه على الكنافة بتاعتنا. عندنا ديسكين، عملنا ديسكين، تقدروا تعملوها كمان بديسك واحد بس لو عايزين، مش عايزينها يعني كنافة كتير، بتقدروا تعملوها بطبقة واحدة بس.
يعني نفس الطبقة دي تحطوا عليها الحاجة كلها. والله يمكن أحسن من طبقتين، تالي هتبقى ألطف أخف صح؟ خلاص بنعملها بطبقة واحدة. خلينا بقى نحط كده التوفي بتاعنا. شايفين يعني كمية توفي كويسة، عشان كده مش عايزة أسكر الكنافة كمان. نفرد بقى التوفي بتاعنا. نحط بقى دلوقتي الموز. طبعا هو لازم يترص رص علشان ما يبقوش فوق بعض. هنجيب بقى دلوقتي الكريمة كمان اللي عندنا، بس الأول البندق. بندق أو كروكان زي ما تحبوا، يعني يا بندق يا كروكان، بس أنا بقول يعني خلينا في البندق أحسن، لأن الكروكان برضو فيه سكر، فخلينا في البندق العادي. وكده نبقى احنا حطينا كده تمام. هناخد بقى دلوقتي البندق المجروش ونحطه كده هنا. انا يعني احنا لو عايزين تعملوها طبقة تانية هتحطوا الطبقة التانية بتاعت الكنافة دلوقتي فوق، بس انا الصراحة يعني بتهيألي لو عملناها طبقة واحدة بس احسن، فهنعملها طبقة واحدة بس. هنبتدي بقى دلوقتي نحط الكريمة بتاعتنا بحيث انها تغطي كل الموز، كله 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 يستخبى. وبعدين نزينها، ولسه كمان عندنا تزيين الكيكة التشيز كيك التانية اللي عملناها، اللي هي تشيز كيك التمر والتوفي. لازم نغطي الموز كله. بتقدروا يا جماعة الكريمة تعملوها كريمة مخفوقة من غير سكر، يعني بتقدروا أحسن، بيقلل السكر اللي في الكنافة، يعني إنه التوفي اللي تحت بيقلل منه شوية. عايزين بقى على الوش تحطوا كروكون، تحطوا اللي انتوا عايزينه. ممكن على الوش كده نحط شوية كروكون، شوية صغيرين مش كتير، يعني يدوب كده بس يعملوا لنا حركة. وممكن بقى دلوقتي ناخد ورق الذهب اللي عندنا كده. ورق الذهب زي ما قلت ما بيبقاش غالي، هو بس اسمه اللي بيخض، بس هو مش غالي. وهو بيتباع أول ما نزل كان غالي جدا جدا جدا، بس بعد شوية بقى أرخص كتير وسعره بقى عادي. فبنحط كده شوية من ورق الذهب. الحاجات دي بتفرق كتير في الشكل، وزي ما قلنا تكلفتها مش عالية قوي زي ما احنا فاكرين.
في ناس كتير بيخافوا من الاسم ورق ذهب، والصراحة اسمه يخوف، بس لا هو معقول السعر. ما هو أنا مش متأكدة من سعره، لا مش عارفة السعر بالظبط. بحاجة كده ممكن يكون بـ50 مثلا او اقل، 55 يمكن، بس في كمية كويسة يعني، بتقعد كمية، تقعد فترة يعني، بتقعد كتير. احنا كده نبقى خلصنا البانوفي او الكنافة اللي بالموز والتوفي بتاعتنا. فين نحطه تاني؟ هنا وخلاص، هي كده يعني. طبعا انتوا في الاخر زينوها بالطريقة اللي انتوا بتحبوها، انا زينتها كده، انتوا طبعا في الاخر زي ما تحبوا. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي التشيز كيك بتاعتنا طلعناها مشيت تمام التمام اهي، زي ما انتم شايفين اهي. هنبتدي دلوقتي بقى نحط لها شويه، الحقيقه ظهرت فعلا اهي، هنحط لها شويه فستق كده على الجناب على الكريمه. انا حطيت لها بس كده دلوقتي كريمه مخفوقه على الجناب على الاطراف كده، ونحط لها فستق. وناخد بقى دلوقتي الكروكون اللي عندنا ونحطه كله في النص. بهذا الشكل. يعني ممكن لو عندكم مثلا تمر يكون شكله حلو، بتقدروا تحطوا عليها تمر كمان. ممكن بقى دلوقتي ناخد، مع انه مش محتاج الصراحة، نحط توفي كده، ايه رأيكم؟ مش محتاجة الصراحة، كنت عايزة احط على الوش بس لا مش محتاجة، هي كده تمام التمام. وكده نبقى خلصنا معاكم، معانا وقت نقرا شوية. طيب يلا نقرا شوية صغيرة. طيب شيماء من الأردن، شكرا ليك يا حبيبة قلبي، وبتعيد على أهلها. كمان عندنا إيمان العجيب، وأم أسيل من الجزائر، وحلم عمري من ليبيا، وهند مصطفى عايزة طريقة القطايف. طيب النهاردة يمكن مش هنلحق ننزلها لك، ممكن بكرة إن شاء الله. وأم أحمد من الجزائر بتقول أنا متابعة وفية، دي حاجة تسعدني جدا جدا يا حبيبة قلبي. محمد حمادة بيقول نانا ندى بتحبك وبتحب وصفاتك وبتسلم عليكي، سلم عليها كتير وربنا يخليها لك يا رب. حاضر بعمل لك الزلابية، كلام ده للوردة الذهبية من الجزائر، بنعملها حاضر من عينيا. أم سلمى أحمد وشمى العتكاوي وأمل صالح وجنة حشيش وأسماء علي وأميرة مصباح، مساء الفل عليكي. ونادية فؤاد وزينب حمودة وأميرة سمير وجوانا نجيب وسا يوسف وكوكي محمد، الصراحة كومنتات كتير قوي مش هنلحق طبعا نرد عليها كلها. وفي مها من تونس اللي هي مها درغوتي، وحيدر الحسناوي هي أم عباس من العراق. أسماء محمول بتقول نوع المكرونة إيه؟ المكرونة نوعها ريجاتوني، وهي موجودة في السوق، احنا اشتريناها عادي، ما بتغلبش انك تلاقيها يعني. شكرا لمحمد احمد واسماء المكي. اسماء بتقول البسبوسه بتفتفت منها، اكيد في حاجه غلط في المقادير، فاعملي المقادير اللي انا عملتها بسبوسه، اكتبي غدا التلي بسبوسه بالقشطه هتطلع لك. وام وعد الاسواني
وخلود عاطف بتقول أكلك تحفة بجد، تسلمي شكرا ليكي. وهيام زكي أنا كمان بحبك. إحنا كده الوقت خلاص جري مننا، فهنضطر نختم للأسف، وهنقدم لكم الوصفات بتاعتنا النهاردة. كمان عايزة أوريكم اللي طلعت من الفرن أهي وهي لسه سخنة، دي اللي عملناها مع بعض. خلينا نفتحها مع بعض كده في السريع أهي. بسم الله. بسم الله. شوفوا ترارارا. جميلة يا جماعة، بتبقى طعما وشكلا. ادي كده المكرونة بتاعتنا، نحطها كمان هنا، ودي اللي احنا عاملينها من الاول اهي. وادي التشيز كيك. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده. عملنا لكم فيها تشيز كيك التمر، وعملناها بقاعده كنافه بدل قاعده البسكوت، وعملنا كمان معاكم المكرونه، قالب المكرونه، وبرده قالب المكرونه عملناه باللحمة المفرومة وبالبشاميل وبالجبنة، وورينا لكم طريقته. بيطلع شكله لذيذ وبيطلع طعمه كمان حلو جدا. عملنا كمان معاكم الكنافة بالتوفي وبالموز. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية على الفيسبوك، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 12 بالليل والساعة 9 الصبح. واللي ما عملش لايك لصفحة الفيسبوك زعفران وفانيلا يعمل، علشان الوصفات بتوصل أول بأول. والكل اللي سألوني عن الجلاليب بتاعتي تقدروا تتواصلوا معايا على الانستجرام غادة التلي، علشان أرد عليكم، لأن كل واحدة من مكان. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة، وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.